السلام عليكم ورحمة الله. قبل حديقة الحكاية في شارع السداد، هذا طريق الشفا. احنا الان في الفرع الجديد لشوكو مود في حي السداد قبل الحكير في الطائف. هذا المحل الحديث للحلويات، والطائف مشهورة بالآكال وبالحلويات بالأخص. والآن هذا المحل الرائع الجميل. معاذ، إيش المحل؟ متى فتحته؟ أسبوعين ثلاثة أسابيع. المحل شوكولاتات بلجيكية فاخرة، لكن المصنع هنا. يعني الشوكولاتة نفسها بلجيكية. بلجيكية ومصنعها هنا. شوكومود. شوكومود. طبعا هذا شوكو مود، الوكيل لهذه الشركة، أحد أشهر أصحاب المحلات في الطائف منذ القدم، الأستاذ جميل مرشد، مشهورين محلهم الرئيسي في ابن عباس، ومشهورين في الحلويات من يوم أخذ وكالة هذه الشركة البلجيكية. إيش تكون الحلويات حقتكم هذه؟ الحلويات الشوكولاتات تتكون من شوكولاتة بلجيكية وعدة نكهات. طبعا عندنا أنواع جدا كثيرة. في بوكسات مثلا للهدايا، في عندنا شوكولاتة بلجيكية بعدة نكهات ممتازة جدا. في توزيعات للعيد، توزيعات لرمضان، تجهيز الصحون. نوفر كل شيء. برضو عندنا الحفر والطباعة، نحفر على الشوكولاتة ونكتب الاسم، نطبع على الشوكولاتة، على الشوكولاتة نفسها. صناعة وطنية. صناعة وطنية. والعاملات والعاملين كلهم ما شاء الله سعوديين. مساك الله بالخير استاذ جميل. مساك الله. الف مبروك على المحل الجميل. الله هذا. الله يبارك فيك. عاد انتم اصحاب خبره واصحاب الحمد والشكر. يعني جميل انه يخش هذه الصناعه او هذا النشاط من اهلها، يعني الحمد من لله. القدم فيها الحمد لله، فما يجيب الا الافضل ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفق الجميع ان شاء الله. وحلو التوقيت مع رمضان، يعني وما يقبل العيد وما يقبل ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. طيب عندنا هنا قسم المواليد، ايه عبارة عن قسم للبنات وأيضا للعيال. إيه الأولاد. عندنا بوكسات فاضية نقدر نعبيها بالكيلو على حسب رغبة الزبون. نعم. أيضا هناك عندنا بعض من الديكورات للإضافة. أي لمسات من عندنا ما عندنا أي مشكلة. سواء البوكس من عند الزبون أو من عندنا. كلها تجهزوها. هذه بعض من الإضافات اللي عندنا. وكلكم عاملات سعوديات هنا في المكان. طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بعض من التوزيعات وأيضا هدايا للأطفال. هذه هدايا الأطفال، شوكولاتة؟ أيوة شوكولاتة. طبعا بأشكال مختلفة، زي مثلا عندنا تخرج، مواليد. يعني إيش كيف تتكلم؟ هذا بداخلها توجد شوكولاتة. أيوة الشوكولاتة طبعا تكون متنوعة، وهذه كلها شوكولاتات كلها. أيوة وهذه شوكولاتة برضه تفاصيل. وهذه برضه كل اللي موجود فيها يكون شوكولاتة. هذه تحت شوكولاتة. طبعا الشوكولاتة البلجيكي من أفخر أنواع الشوكولاتة، سواء شوكولاته تكون دارك او شوكولاته وايت على حسب الموجود. عندنا شوكو مود اكثر من مناسبه، تخرج، اعياد ميلاد، ايضا الحمد لله على السلامه، الف مبروك وما الى ذلك. الحفر والطباعه. عندنا طبعا الحفر على حسب رغبه الزبون وايضا الطباعه. الحفر والطباعه من عند الزبون صوره او الحفر زي ما هو يحب. ايضا عندنا انواع من التارت، في 10 نكهات تقريبا. وعندنا ايضا الماشروم، هذا اكثر مبيعا عندنا. هذا اي اسمه ايش؟ ماشروم. ماشروم اي. ايضا عندنا المالح والحلو البتفور. عندنا بتفور مالح وبتفور حلو. عندنا هذه البوكسات نقدر نكتب عليها على حسب رغبه الزبون. الحمد لله على السلامه، مبروك التخرج. نعم. هابي مدرز داي. هذه شوكولاته هذه؟ ايوه هذه طبعا على اشكال مختلفه. هنا اشكال مختلفه. ايوه تجينا بالمجموعه او بالحبه. وهذه برضو ايوه عندنا هنا بالمجموعه او بالحبه. هذه شوكولاته؟ ايوه شوكولاته على اشكال مختلفه. عندنا هنا ركن، هذا الركن لتوزيع اشعارنا او رمضان للضيافة أو هدايا مباشرة. صحون هنا عندنا جاهزة وأيضا عندنا بالتعبية على حسب رغبة الزبون. عندنا طبعا الشوكولات البلجيكي بأنواع مختلفة. هنا عندنا نوع الستايل 155 تقريبا نكهة. أيضا عندنا هنا الإليجنت أكثر من حشوة. عندنا هنا الهارموني كوفي بنكهات جدا مختلفة. هنا عندنا فواكه مجففة. ايضا هنا عندنا شوكولاته الدارك. ايضا هنا عندنا زي ما قلنا اذا حاب الزبونه مجموعه البيبي.
ايضا هنا عندنا الديكورات والحفر والطباعه. ايوه ايضا عندنا هنا هذا الشوكليت اكثر مبيعا اللي هو شوكو فري. السكر اللي فيه يكون طبيعي. هنا بعض الحلاقين بانواع جدا مختلفه. هذه كلها حلاقين. ايضا عندنا الروكي بثلاث انواع طبعا هذا معروف. فين الروكي؟ هذا الروكي. حلاقين عندنا بعض من الحلاقين طبعا المعروفه. الملبن ولا يفوتكم شوكو موت.